فقرة مهمة جدا بتبقى معانا كل يوم اتنين، نعرف فيها عن تاريخنا وعن حضارات وعن الحضارة بتاعتنا الجميلة اللي بنستمتع بيها واللي احنا يعني كده بنتلزق فيها دايما، ان احنا نتبع هذه الحضارة ونتبع هذا التاريخ العريق والجميل والكبير. حقيقي حاجة مميزة جدا، وحقيقي حاجة مهمة جدا ان احنا نعرف اكتر عن تاريخنا ونعرف اكتر عن الحضارة العظيمة، الحضارة المصرية. نتكلم النهاردة عن معبدي أبو سمبل. الحقيقة معبدي أبو سمبل دي أنا أول ما شفت السكريبت قلت معبد أبو سمبل، لكن هما اتقال لي معبدي أبو سمبل. ونتكلم عن الظاهرة العظيمة اللي هي تعامد الشمس على رأس رمسيس الثاني، في مرة في عيد جلوسه على العرش، وأعتقد المرة الثانية في عيد ميلاده. نتكلم أكتر عن هذا الموضوع ونعرف أكتر، وأوعدكم أن أنتم تستمتعوا معانا النهاردة وتعرفوا أكتر عن هذه الفقرة، خصوصا أن أنا معايا النهاردة حد مميز جدا. أنا شخصيا بستمتع، وكنت بقول له قبل في الفاصل أن أنا لما بسمعه كمان في الراديو ببقى يعني مركز جدا معاه بنسبة 100%، يعني لأن هو كلامه حقيقي شيق ومفيد وممتع جدا. أستاذ مجدي شاكر كبير الأثريين، أهلا بحضرتك أستاذ مجدي. أنا بشكر حضرتك وبشكر حضرتك على التطابق في الملابس، هي جت كده مش متفقين بس هو مواكب للحدث شوي. وبشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي. احنا النهارده وانس يعني كتير جدا لما تشوف حضرتك هتقول لك يعني ايه ابو سمبل وايه وايه. انا يمكن معلش يمكن حضرتك ربطت بالعملات، كلنا اكيد شفنا الجنيه. ايوه يعني كلنا بنمسك الجنيه لكن ما نعرفش ايه اللي موجود على الجنيه. صحيح. دايما اي عمله عندنا، عندنا اثر اسلامي وعندنا اثر فرعوني. فحضرتك الناس كلها بتمسك جنيه، احنا ظهره يا جماعه ارجوكوا بصوا على ظهر الجنيه. ده معبد ابو سمبل، معبد ابو سمبل الكبير. فتماثيل الاربعه دول لهذا الرجل العظيم. جدكم ده هذا الرجل العظيم الجميل قوي قوي اللي هو احد ملوك الاسره 19، هو معبد ابو سمبل. هذا يعني قبل ما نبتدي يا فندم، دي كانت ملحمه. يعني احنا سنه 1424 قبل الميلاد اتبنى معبد في 20 سنه. وتخيلوا حضراتكم هذا المعبد هو بناه ليه وازاي؟ لان في ناس كتير جدا بتقول لك المصريين دول القدماء يعني كده، او في ناس بتقول الجن او. تخيل حضرتك احنا هنروح على بعد اسوان 280 كيلو. تخيل حضرتك 280 كيلو جنوب أسوان، هناخد عمال وناخد مهندسين، وهناك عارف حضرتك مدار السرطان اللي بيمر في جنوب مصر. أيوه. المصريين ما بنوش معبد اعتباطا، كل مكان كانوا بنبني في معبد له قدس من القدسية. وبدليل حضرتك ان احنا لقينا في هذا المكان لقينا معابد ولقينا كمان كنائس، فمعنى كده فكرة الديانة مستمرة. لدرجة ان كانت في كنيسة مهمة جدا في هذا المكان. معبد أبو سمبل المكان كان بكر. واحد يقول لي طب هو اختار ليه هذا المكان مع جو الحراره الشديد جدا، وحضرتك عارف هناك جنوب مصر ومفيش بشر. طبعا اولا هو هذا الرجل رمسيس الثاني بيسموه جبار الحرب والسلام. هذا الملك رمسيس الثاني من اشهر ملوك الدنيا. لماذا يا فندم؟ اولا هو اكتر واحد غاد معركه اسمها معركه قادش، كانت معركه مهمه جدا. وهذا الرجل فضل لغز محير حتى لما راح باريس سنه النومية بتاعته، لما سافرت باريس سنه 79. تخيل حضرتك صمموا ان يعملوا له جواز سفر، جواز سفر للموميا. والله يا فندم. ولما نزل في المطار صمموا ان يضربهم 21 طلقه ويعامل معامله الرؤساء. الله. الموميا نازله تعاملت معامله الرؤساء، وبالفعل ده حصل. الله. احنا بنتكلم عن ملك تزوج كتير جدا، ولكن كان عنده ملكه يعني مش بيعشقها، كان بيقول عليها الاسيره تقول القلب يعني نفرتاري. نفرتاري طبعا. فيعني نفرتاري قصه رمسيس الثاني ونفرتاري دي زي روميو وجولييت وعنتر وعبله والحاجات اللي كان حضرتك اتجوز عليها 20 واحده. وتخيل حضرتك ان هو انجب اكتر من 100 ولد وبنت، ما هو ما جابهمش من نفرتاري، ما جابش منها غير ست بنات، ما خلفش ولد منها خالص. وتخيل حضرتك من اهم الملكات يعمل لها معبد خاص بيها. يعني تخيل لما حضرتك واحد كده مراته تدل عليه وتقول له اعمل لي معبد، دلوقتي لو جاب لها عربيه بيقول ده انا يعني انجزت. صحيح. فعمل لها معبد جنب معبده، كان بيعشقها. الراجل دي كمان كان بيسموه صاحب اقدم معاهده سلام في التاريخ. لو حضرتك فتحت اي كتاب سياسه كده يقول لك صاحب اقدم معاهده سلام في التاريخ وهذا الرجل، لانه بعد ما انتصر في قادش عمل معاهده. صاحب اقدم جواز سياسي. واحد يقول لك سياسي ايه يا عم انت بتتكلم؟ اقول لك والله يا فندم كده، لانه بعد ما عمل معركه قادش وانتصر على ملك الحسيين عمل معاه معاهده، والمعاهده دي سجل نصوصها. ومش بس كده، ده اتجوز بنته. ويسجل نصوص هذا الزواج. لو حضرتك رحت معبده في ابو سمبل عامل لوحه كده مسمينها في المراجع العلميه لوحه الزواج. ومسجل اسم هذه الساده. فهو راجل اولا هو حكم اكتر من 68 سنه، لدرجه ابنه لما جه يحكم مكانه مرن بتاع كان عجوز، كان بقى عنده حاجه و60. يعني هو لما توفى سنه حاجه فضل لغايه 92 سنه، كان ابنه بقى 68 سنه. فتخيل حضرتك وعاش من اطول ملوك مال الفراعنه. فهو الملك ده مثير جدا، ما فيش مكان في مصر
الا ما لهم فيه قصر. ويمكن حضرتك الاسبوع اللي فات السيد الوزير افتتح منطقه اسمها صنع الحجر في الشرقيه. صحيح. لقى بناء فيها 18 مسله، تخيل كل ال 18 مسله لرمسيس الثاني. فالراجل دي ما سابش مكان في مصر او في العراق او في سوريا الا ما له اثر، لدرجه ان كان يمكن احد اساتذتنا يقول احنا خايفين ندور تحت السرير نلاقي له اثر. فالراجل دي كان بيسموه البناء الاول في العالم، كان يحب انشاءات. واللي هي يا فندم لان كانت في مقوله عندهم مهمه جدا بيقول من اراد ان يخلد ذكراه فلينحت في الصخر. انت عايز تخلد ذكراك انحت في الصخر. فهو المصريين القدماء ادركوا هذه المقوله، فكل مقابرهم معابدهم كانت منحوته فين؟ في الصخر. حضرتك امريكا لما جم في جبل رشمور عملوا اربع تماثيل الرؤساء، فضلوا من سنه 27 ل 41 فضلوا 30 سنه يعملوا في اربع رؤوس بس الايه للرؤساء. لا احنا عملنا معبدين موجودين في ابو سمبل جنوب اسوان 280 كيلو، معبدين دول تخيل حضرتك قد ايه؟ حفر في الحجر الرملي جوه الجبل، تخيل حضرتك الحفر وصل كام؟ وصل 64 متر جوه الجبل. ونعمل اربع تماثيل يا فندم ارتفاعهم 20 متر. وندخل الشمس مرتين في السنه لمده 20 دقيقه فقط. 20 دقيقه فقط. فقط. وبعدين مره تبقى 35 ولا حاجه. لا خالص. يعني ثابته في يومين محددين. كيف لولاء الناس، ما انا بقول لحضرتك ملحمه في القديم وملحمه في الجديد. كيف لولاء العباقره ان هم يدخلوا بالشمس المرتين في السنه والشمس تخش لمسافه 64 متر لمده 20 دقيقه في اربع تماثيل في قدس الاقداس. لرمسيس الثاني وابون وراح رختي وبتاح. بتاح. تيجي على ثلاثة، تيجي على رمسيس الثاني تبدأ ثابتة العشرين دقيقة، وبعدين تنتقل لراح رختي اللي هو إله الشمس، ثم أمون، وما تجيش على الرابع. ليه يا عم؟ مش معنى الرابع؟ قال لأن بتاح هو إله الظلام، إله الفنانين، وإله العالم السفلي، فلا يصح إن الشمس تيجي عليه. كيف لو هلاقي الفكر؟ عشان أنا بقول مصر دي يعني تدرس. إزاي حسبوها؟ ما هي يعني. وبعدين حضرتك لما تشوف المعبد أولاً 33 متر التماثيل، وبعدين فتحة الباب، وبعدين الشمس تخيل حضرتك لما تخش أربعة، ودايما قدس الأقداس بيبقى أقل حاجة أقل عمق، فتخيل حضرتك لما الشمس تخش من فتحة من الباب مرتين في السنة تخترق كل هذه ال 64 متر وتيجي على وجه رمسيس. وبعدين لما بتظهر يا فندم بتظهر بطريقة مذهلة، بتيجي من الرجلين من منطقة الرجلين حتى شروق الشمس، بتيجي من الرجلين لغاية الرأس، تنور المكان. تخيل حضرتك الأجانب لما بيشوفوا الموضوع ده بيبكوا من كتر مش مصدقين. يعني تخيل حضرتك بكاء من شوفوا بكاء من الفرح. تخيل حضرتك لما تبكي من الفرح ايه اللي بيحصل ده؟ تخيل حضرتك ان هناك سيده لقيتها بتبكي، انا كان لي الحظ ان انا من سنتين رحت لقيتها بتبكي وبتبكي بحرقه مش من بتقول لك انا بقالي سبع سنين اجي وما بقدرش اشوف هذا الحدث، لان عارف حضرتك المكان ده ما بيسعش اكتر من 700 واحد فقط. لان المكان ضيق، قدس الاقداس كان لا يصح دخوله غير اثنين فقط، كبير الكهنه والفرعون بس، ما حدش يقدر يخشه. فتخيل حضرتك هذا المكان الضيق 700 واحد، فالذي اللي يقدر يلحق يشوف ثانيه بيعتبر طبعا شاف. فانا بناشد الموضوع ده ينظم اكتر، وتخيل 20 دقيقه فقط. فعبقريه في الانشاء، عبقريه في التصميم، عبقريه في الفلك. وبعدين جن جنبه عمل معبد لمراته، ولما جه عملها بهيئه الهه الحب والجمال اللي هي حتحور. اللي هي الهه الحب والجمال الموسيقي. حتحور. ايوه يا فندم. اللي احنا جاي منها شهر هاتور. هاتور. هاتور جاي من حتحور. أيوة. اللي هو يقول لك ايه الذهب منطور، لان القمح بيبدا ايه؟ يبتدي يظهر ويطلع جميل. فهو مرتبط بهذا الموضوع. كل الاشهر القبطيه جايه من مين؟ الحضاره المصريه. لان هاتور ده اللي هو الشهر الثالث. بالظبط يا فندم، عندي توت وبعدين عندي بابا وبعدين هاتور. عندي ايه؟ هاتور. فكلهم جايين من هذا الموضوع. وبعدين كياك بعد كده. تمام. بعد كده يفضل هذا المعبد الجميل الرائع يجي يندسر، الرمال تغطيه لغايه 1813. يجي لنا واحد سويسري، الراجل ده كان جاي عشان يروح يبحث في افريقيا. مرض، تعب، السفينه مشيت، قعد في مصر، عشق مصر. راح كده زار هذا المكان وكتب حاجه مهمه، ما شاف المعبد ده خده واحد اسمه ابو سمبل، طفل صغير. اللي اكتشف المعبد لم يكن الخواجه السويسري بورخارت ده، ولكن كان طفل مصري اسمه ابو سمبل. قال تعالى اوريك حاجه. راح شاف الرأس فقط بتاعت التماثيل، وان يمكن من فضل ربنا الرمال غطت المعبد. فكتب في مذكراته: لقد رايت تماثيل تشبه الالهه الاغريقيه وبس. لغايه ما تقابل مع واحد اسمه بلزوني. بلزوني ده كان راجل راعب سيرك وكان ضخم جدا، ارتفاع اكتر من 2 متر ونص. جاي مصر كان عشان يقدم لمحمد علي فكره الطنبور او اللي هي الساقيه اللي بتدور بالايه؟ بتدور. فما الفكره ما عجبتش محمد علي فقعد، فقابل الراجل ده فحكى له على الموضوع ورا مذكراته من 1813 لغايه 1817. راح ازاح الرمال عن هذا المكان واكتشف معبدي ايه؟ معبدي ابو سمبل، ودخل للاسف سرق معظم الحاجات القيمه اللي كانت في داخل المعبد. وده فين بقى؟
ودى طبعا باع، لانه كان في الوقت ده كان عندي فيه راجل تاجر اسمه هنري سولت، كان راجل قنصل. القناصل في هذا الوقت ما كانوش بيلعبوا سياسه، كان بيلعبوا اثار، يعني بيخشوا. ما كانش عندنا قوانين تحرم، ما كانش قوانين ولا وعي. انت عارف حضرتك محمد علي ادى مسله الكونكورد دي والمسله بتاعت لندن، المصريين بيروحوا يزوروها هناك. يعني هو دي اللي يضايق حضرتك. يبقى واحد ساكن جنب الهرم وعمره ما زاره، واول ما ينزل باريس او لندن يزور مسلتنا. يا عم والله تم الاثار جنبك، يعني تناقض غريب. احنا شعب زي بيقولوا غريب جدا. احنا فضلنا لغايه 1817 ما نعرفش هنجز المعبد لغايه ما دي. طب الظاهره دي حد عرفها امتى؟ كاتبه اسمها ايميلي ادواردز، دي كانت ست انجليزيه وكانت بتكتب روايات، راحت هناك وهي بتزور هذا المكان، حلمت حلم. ايه يا ستي حلمت ايه؟ قالت انا حلمت ان رمسيس بيدعوني بيقول لي تعالى شيل الاوساخ من فوق وشي. ليه؟ لان الراجل البلزوني كان عامل ماسك، كان عايز بياخد كابي من الوشوش ويروح يبيعها في اوروبا، يعمل دعايه. الراجل ده كان دايما يسرق المومياوات، وكان يعمل حفله مشهوره جدا بالليل اسمها حفله فتح المومياوات، يعني يجيب موميا ويعزم اصحابه وبعدين يطفي الاضاءه ويبدا يفك الايه؟ اللفائف بتاعه الموميا ويطلع الحاجات اللي فيها، كانت بزنس. فهي راحت لاحظت هذه الظاهرة وكتبت رواية مشهورة جدا اسمها ألف ميل فوق النيل، وبدأت تكتشف هذه الظاهرة. أنا عايز بس أبين لحضرتك دور الستات، لأن الستات دورهم هيبقى مهم في الموضوع ده. طبعا. فأول سيدة لها دور مهم هي إيميليا إدواردز الذي اكتشفت ظاهرة تعامد الإيه؟ دي سنة كام تقريبا؟ حوالي 1870. ده قريب يعني، حاجة كده قريبة. وبدأت هذه الظاهرة تجذب نظر العالم كله، وأصبح اليومين دول يعني يعتبر علامة مميزة وفارقة في هذا الموضوع. وفضلنا المعبد دول مقفولين وما نعرفش عن أي حاجة لغاية ما 1954. إيه اللي حصل؟ بدأنا نفكر في إنشاء السد العالي. فقالوا المعابد اتصاب فيها اكتر من 20 معبد هيغرقوا، لازم يغرقوا، ما عندناش حل. وبداوا يسجلوهم عشان هيغرقوا، انتهت. لغايه ما جالنا الجميل الرائع الدكتور سعد عكاشة الله يرحمه، كان وزير الثقافه، راح زار هذا المكان. قال ازاي الجمال ده يغرق؟ يعني مش ممكن الجمال ده يغرق، تخيل حضرتك 20 معبد ازاي يغرقوا. فبدا يطلق نداء سنه 59 لمنظمه اليونسكو. وعارف حضرتك ان القديس متى قال كلمه جميله جدا. قال ايه؟ حالما يتم الاشباع المادي، انا يعني بعد الاشباع المادي سرعان ما يظهر الاشباع الجوع الايه؟ النفسي الذي لا ينطفئ ابدا. يعني انا ممكن دلوقتي اكل، لكن بعد الاكل انا بفكر في اشياء ايه؟ اخرى. انا ممكن الجوع المادي، فدي حكمه كانت مهمه جدا جدا. حالما يتم اشباع المادي سرعان ما يظهر الجوع النفسي. العلماء بعد كده ان الاول الانسان بيسعى الى المأكل والماء والماء والملبس والمسكن، الاحتياجات الاساسيه، بعد كده يدور على الحاجات النفسيه اللي ما بتخلصش. هو الراجل فكر طب انا دلوقتي الاشباع طب الماده دي يعني مش مهم. فبدا يطلق ما يسمى بالانقاذ الدولي او المشروع الانقاذ الدولي لاثار النوبه في 9 مارس سنه 59. استجاب العالم كله، ودي كانت مبادره عالميه مهمه. تخيل حضرتك اكتر من 51 دوله اشتركوا في انقاذ اثار النوبه، وخاصة مع معبد ابو سمبل. طب هننقص معبد ابو سمبل ازاي؟ قال محتاج 40 مليون دولار، هنعمل فيهم هنجيبهم ازاي؟ مصر قالت هتبرع بالربع، طب الباقي؟ بدات دول العالم وتظهر السيده للمره الثانيه، احد السيدات كان جوزها توفى في الحرب العالميه الثانيه، تبرعت بكل اموالها. ومن كان جميل كمان ان طلبه المدارس في اوروبا بداوا يجيبوا مصروفهم وحصلتهم ويدفعوا في هذا الموضوع. شفت حضرتك التكاتف؟ 40 مليون دولار يعني بمقام دلوقتي مثلا، احنا بنتكلم حضرتك في سنه بمليارات 59 بمليارات دلوقتي. وبعدين يبدا يظهر فكر، طب ازاي هننقذ معبدين؟ والمعبدين تخيل حضرتك المعبدين دول جبلين، جبل هم ناحتهم المعبد، المعبدين جوه الجبل، هنعمل فيهم ايه؟ كيف سننقل؟ انا بقول لحضرتك انشاء المعبد كان معجزه، طب كيف سنعمل؟ يعني ايه الحل؟ لان الفيضان كان بيغرق كل المعبد. قالوا طب الحل بتاعه ان احنا ممكن نخلي المعبد ونعمل سور حواليه ونغرقه والناس تنزل باسانسير تتفرج عليه تحت المية. فكرة طبعا مش جيدة. قالوا طب احنا ممكن نقطعه ونستغل نجيب روافع ونرفعه شوية. قال لك محتاج 150 رافعة وهنحركهم ايه 2 متر، فكرة غير جيدة. قال لك طيب طب ما احنا ممكن نقطعه برضو ونقله فكرة. افكار دي كلها انتهت لغاية ما يظهر لنا احد ابناء اسوان. ما دايما المصري زي ما بيقولوا بيظهرش غير في وقت الشدائد. تخيل حضرتك مشروع الماني ومشروع فرنساوي ومشروع ايطالي، كل الافكار دي ما نفعتش لغايه ما جالنا واحد اسمه احمد عثمان ابو الروس. ارجوكم ادرسوا هذا الرجل او تعلموا هذا الرجل. اكتبه عندي بقى، احمد عثمان ابو الروس. ده كان اول عميد لكليه فنون جميله في اسكندريه. تمام. قال لهم يا جماعه الموضوع سهل جدا، لان دايما اللي يحل المشكله هو اللي عايش فيها. لذلك دايما علماء الاثار لما بيجوا في العالم ما بيجوا يشتغلوا في مصر دايما رئيس العمال يبقى مصري. ايوه. ليه؟ قال لك ده هو ده اللي عارف الماده وعارف البيئه، وهو زي ما ايديه في زي ما مثلا في الميديا، حضرتك ايديك في الميديا فعارف. فهم دايما رؤساء العمال خاصه بيجوا من حته اسمها قفط في الصعيد. ليه؟ ايديهم وارثين المهنه. فبالتالي لما جم يفكرهم احمد عثمان بروس قال لهم حل الموضوع سهل جدا، هنقطع المعبد. قالوا ازاي نقطعه؟
يعني هنقطعه ازاي؟ قال لك هنقطعه الاجزاء، والاجزاء دي حضرتك مش هنقطعها اجزاء متساويه، لا ده احنا هنقطعها لان الوجه تخيل حضرتك بيقول لك ارتفاع التمثال 20 متر. طب ده حجر رملي هنقطعه ازاي؟ قال لك هنجيب مناشير عاديه يدويه اللي بنقطع بها الخشب. ايوه ليه؟ لان حضرتك عارف المناشير الكهرباء ممكن تاثر في الموضوع، فبداوا يجيبوا مناشير عاديه ويقطعوا ال 1500 قطعه، القطعه الواحده ممكن توصل ل 30 طن. هي دي يا فندم، تخيل حضرتك انا بقول لحضرتك ملحمه في الانشاء وملحمه في الانقاذ. طب انا تخيل حضرتك هنقطعوه بطريقه محدده كده وهنقطع. طيب في مشكله تانية، انا لما اجي ارفعه هرفعه ازاي؟ قال لك هنجيب حبال ونلفها، قال لك ممكن تتقطع. برضه يظهر المصر مره اخرى، قال لك طب احنا نجيب يعني اعمده فولاذيه من الحديد سياخ ونحطها في راس الايه التماثيل. لذلك حضرتك تلاحظ ان هو ما فيش يعني حاطين يعني الصور دي سنه 54 هم بدأ يا فندم. هو النقل تم من 64 ل 68 لغايه ما افتتحوه في 22 سبتمبر سنه 68. يعني الصور دي صور حقيقيه لعمليه التقطيع والنقل. وهو بيقطعه. تخيل حضرتك لما تنقل 250 الف طن. يا لا، ومش كمان مش مساله طن بس، مساله حاجات انا بقول لحضرتك مهمه جدا. بقول لحضرتك في 6 العمل كده 6 شهور هتعمل ايه؟ لان فيضان جاي لك. فانت عندك درجه حراره معديه ال 50، لازم تشيل الجبل من فوق، تشيل الجبل، تشيل 300 الف طن جبل من فوق المعبدين الاول. وبعدين لازم حضرتك الالوان دي تثبتها والنقوش قبل ما ايه، قبل ما حضرتك ايه، لان ممكن تتحصل مشكله. وفي نفس الوقت تعمل سقالات جوه السقف علشان ما ايه الاحجار وانت بتشيلها ما تقعش عليه. حضرتك قول لهم الصور دي بقى، ده الادهى والامر حضرتك فيه عندنا مشكله. احنا لما جينا نقطعه علشان حضرتك نقطعه بمناشير، انت متخيل حضرتك مناشير يدويه. وبعدين نجيب تريلات عشان ننقله، فالتريلا لازم تمشي ببطء جدا. ونجيب روافع علشان ترفعه مصممه مخصوص لهذا الموضوع. موضوع تخيل حضرتك انا فاكر عشان لما نقلنا الرمسيس من ميدان رمسيس دي كانت شغلانه، وجبنا رافع من المانيا، واحنا كنا بنتكلم في عن 10 سنين. انا بقول لحضرتك سنه 64 هذا الاجو. وبعدين خلي بال حضرتك انت كنت بتشتغل في ظروف قمه في الصعوبه. اولا حراره، ميه جايه لك، انت بتواجه الزمن، ميه ممكن تيجي لك في اي وقت تغطيك، كمان انت بتقطع في اي خطا. لذلك نسبه الخطا في المعبدين دول يا فندم كانت 1 ملي. لو حضرتك رحت دلوقتي وشفت المعبدين مش ممكن تلاحظ الفوارق، ليه؟ لان احنا قطعناه 1500 قطعه. ده في مشكله كمان، طب انا بعد ما اقطعه هرقمه ازاي؟ هعيد بناؤه ازاي؟ فكان انت بتقطعه دي مشكله، ولما جينا نعيد بناؤه لقينا في مشكله. انا عايز اعيد بناؤه زي ما كان بالظبط. انا رفعته 64 متر ونقلته بعيد عن الفيضان 200 متر. طب انا لما اجي هبنيه ازاي؟ تخيل حضرتك ان انا قطعته يعني ممكن، لكن طريقه البناء ازاي اعيد شكل الجبل؟ قال لك لازم نعمل قبه. دي اكبر قبه معموله في العالم بارتفاع 38 متر. قبه خرسانيه. ودي كانت اول قبه في العالم سابقه التجهيز، وما زال حتى الان ما يعني ما اتعملش زيها. فهذا المشروع الحلم اللي هو مشروع الانقاذ كان مشروع يعني هي دي القبه يا استاذ مجدي ولا دي؟ يا فندم هم عملوا قبه وبداوا يجيبوا خرسانات، سمك الخرسانه بتوصل حوالي متر 160 سنتي. والاجمل بقى احنا عشان نرجع شكل الجبل زي ما كان، عايزين نرجع 300 ألف طن من المخلفات من الحجر الجيري، بحيث لو حضرتك شفت المعبد قديما والمعبد حديثا لن تستطيع أن تفرق في هذا الموضوع. يعني لو حضرتك شفت دي برضو يعني مهمة كانت مصرية، كانت صعبة وفي نفس الوقت فيها نوع من يعني ده المحبة مبارك للجذور. ما هدي باين يا فندم إن العالم الخارجي يعني مهم جدا في حماية التراث، ودي كان بيعتبر أول مشروع يتكامل في العالم يتوحد. تخيل حضرتك 51 دولة لما يجتمعوا في إنقاذ تاريخ. وانا بناشد من خلال برامج حضرتك، احنا ليه ما نستعينش بالعالم تاني؟ العالم متعطش جدا للحضاره المصريه. صح. ارجو ان يبقى في مشروع تاني لحمايه تراثنا، لان تراثنا اذا كان موجود في ارض مصر ولكن العالم كله، بدليل ان حضرتك اي متحف يتمنى، ويمكن حضرتك سمعت عن الحريق اللي حصلت في متحف البرازيل. انا اسف حضرتك، طلع متحف البرازيل ما كانش حد متخيل في 900 قطعه اثار مصريه. يعني احنا ما كناش متخيلين البرازيل الدوله دي فيها اثار مصريه، طلع في 900 قطعه. وبالتالي انت حضرتك العالم كله يتمنى يشارك معك. فانا بتمنى ان يكون في مشروع قومي تاني لانقاذ بعض المعابد، او لان تخيل حضرتك لما تنقص 20 معبد، مش المعبد ده بس، ده معبد كلبش ومعبد وادي السبوع ومعابد كتير جدا. لذلك في مكافاه في هذا الموضوع، الرئيس جمال عبد الناصر ادى 5 معابد هديه للدول التي شاركت في الانقاذ. لو حضرتك رحت معبد، لو رحت يعني نيويورك ادى لهم هديه. في 5 معابد طلعت هديه، يعني طلعوا يعني بره مصر. الدول التي انقذت المعابد دي في 5 حاجات خرجوا بره. يعني لو رحت حضرتك في متحف لايدن في هولندا ستجد معبد مصري، لو رحت في نيويورك هتجد معبد مصري، في اسبانيا معبد مصري، في المانيا هذا الموضوع، وفرنسا. في 5 دول خدوا 5 معابد، بس هي معابد مش كبيره، معابد صغيره، وهي برضه معابد مصريه. فانت اديتها لهم. حضرتك انت عارف اهداءات الاثار كانت موجوده من محمد علي لغايه السادات، يمكن ما يوقفتش سنه 83، قال لك ممنوع اهداء الاثار.
فكان يحق للرؤساء في هذه الفترة الإهداء. فأنا في 5 معابد مصرية خرجت يعني كهدايا لهذه بعد عملية الإنقاذ. فإنقاذ عموما أثار النوبة كان 20 معبد تم إنقاذهم، لكن أنا بعتبر اللي تم في معبد هذا المعبد كان شيء مذهل، لأن حضرتك تخيل في 4 سنوات تنقل جبلين. لذلك أنا لما كتبت مقالة اسمها المصري الذي نقل الجبل كان حقيقة. تخيل حضرتك جبلين 38 متر وفوقهم كمان أكتر وتنقلهم كابلين وتنقلهم بنفس التصميم، ولدرجة حضرتك لما تروح حاليا مش ممكن لو جبت الصور القديمة تجد فرق بينها وبين الصور الجديدة. صحيح. خالص. وكمان حضرتك لما تروح دلوقتي هي اللي حصل التغيير الوحيد للأمانة، إن تعامد الشمس كان بيتم 21 فبراير و 21 أكتوبر، دلوقتي بقى يتم 22 و 22، يعني فرقت يوم. لا يعني هو المعبد لما اتنقل ده ما كانش مكانه اللي هو اللي هو فيه تعامد الشمس. لا هو اتنقل 200 متر. طب ال 200 متر ازاي التعامد بيجي برضه؟ هم ظبطوها، ما حضرتك بقول لك غيرت يوم فلكيا، لان دلوقتي بقى العلم متقدم. بس مش مشكله يوم فقدروا. لا ما انت حضرتك، انا بكلم حضرتك من 4242 سنه قدروا يظبطوها فلكيا، يبقى تخيل حضرتك احنا دلوقتي اكيد يظبطوها فلكيا. بس برضه ما قدرش يظبطها نفس اليوم. ودايما ان حضرتك قلت في المقدمه هو عيد ميلاد وعيد تتويجو، الكلام ده مش سليم. امال يعني ايه بقى؟ هو احنا طول عمرنا ده بيقولوا دغره العرف على ذلك. ايوه. المصري ما كانش موجود عنده حكايه السجلات، ما كانش عنده سجلات مواليد. وحضرتك عارف ان التقويم القبطي قبل الملوك قبل كده كان بيحسبوا الزمن بعمر الملك، بمعنى يقول لك السنه الثالثه من حكم الملك رمسيس. يموت رمسيس يجي تحط مثلا، يقول لك حتى السنه. احنا عندنا في الكتاب المقدس في العهد القديم في الملوك يتقال السنه السادسه من عهد الملك. هي ما بداتش التقويم غير من حادثه المشهوره اللي هي حادثه الشهداء. تمام. عندما قام ديكلوديانوس بقتل عدد كبير من المسيحيين. تمام. فبالتالي اعتبروا ان هذا الشهداء. اليوم هو، ولذلك بنسميها السنة القبطية. تمام. إنما كل أساسها قامت على التاريخ. والسنة القبطية هي نفسها السنة الفرعونية. لذلك حتى هيسموها 13 شهر. السنة يا فندم التقويم التحوتي ده دايما أضحك الناس عليه، فضل مستمر لغاية 1878 لغاية عهد إسماعيل. كان سنة كان 13 شهر، لأن المشكلة كان عند التقويم القبطي والتقويم التحوتي المصري القديم كان السنة 12 شهر في 30 يوم ب 360 يوم. طب الخمس ايام او الست ايام نعمل فيهم ايه؟ بيعمل لهم كان شهر. بيسموهم الشهر الصغير. أيه. فالموظف لغايه طبعا كل الموظفين هيفرحوا دلوقتي، كان الخمس ايام دول كان بيسموه الشهر الصغير، كانوا بيقبضوه. وكان بيعتبروه مكافاه من الحكومه. لما جه الاحتلال البريطاني قال لك لا يعني انت هتاخد شهر زياده، فمنعوه. تمام. ورجعنا التقويم الميلادي. ما كانش عندنا التقويم اللي هو الافرنجي اللي هو يناير فبراير ده. ده ما كناش بنتعامل بيه. هو ما ظهرش غير 1875 في عهد خديوي اسماعيل. تمام. يعني برضه من مسافه قريبه في عمر الزمن بالزبط. يعني وبعدين التقويم القبطي اللي هو التقويم الفرعوني ما زالت الكنيسه انا اعتقد كل اعيادها حتى في تاريخ القيامه وتاريخ معظم اعيادها مرتبطه بهذا الموضوع. مرتبطين دايما وما زالت الكنيسه في اثيوبيا في اريتريا في جيبوتي متخذ هذا التقويم. فهو تقويم يعني هو تقويم مرتبط بالزراعة. وكان أثيوبيا لهم قصة، يعني هم أثيوبيا متأخرين عن العالم 8 سنين دي قصة يعني. بس ما زالوا بتبعوا بعضهم هذا التقويم. فأنا عندي التقويم ده وكان زمان ما أعرفش موجود ولا لا، كان دايما يكتب على تراويس الجرايد التقويم الميلادي والهجري والقبطي. أنا ما أعرفش دلوقتي بيكتب ولا لا. فهو حتى حضرتك لما تفتح أي أجندة أو أي مرتبط دايما مناسبات الزراعية مرتبطة بهذا التقويم. فهو تقويم مهم. والسنة دي كان حصلت مفاجأة ظريفة جدا جدا، إن 11 سبتمبر كان التقويم الهجري والتقويم القبطي واعتقد التقويم اليهودي كمان برضه عشان نبقى ما هو الثلاثة جم مع بعض. ما بالظبط يا فندم. لان هو حتى عيد العيد بتاعهم ارتبط بهذا الموضوع، يعني عيد حتى اللي بيسموه العيد عاشوراء. لان عيد عاشوراء ده عيد مصري فرعوني صرف، لان عارف حضرتك القمح كان كده بيسموا مزرعه القمح كان بيسموه عيد بذر القمح المقدس. يعني فكان هذا اليوم ياخدوا المحصول اللي هيزرعه، ياخد مثلا 10 كيلو هيزرعهم كان ياخد منهم كيلو يعملوا زي البليله. أيه. فبدأت الفكرة تنتقل لليهود وبعدين بعد كده تنتقل للتقويم الهجري عادي أو كده. فلو دورت حضرتك 90% ما نمارسه من لغة وعادات وتقاليد فرعوني وبعدين الأقباط وبعدين بدأنا نمارسه في الحياة العادية. صحيح. يمكن في دراسات كاملة متاخدة أمثالنا عاداتنا تقاليدنا كلامنا فهو موجود. طبعا. نرجع لموضوعنا المعبد الرائع أبو سمبل ده، فهو اسمه اسم مصري جاي من تاريخ أبو سمبل العادي، واكتشف 1813 ولكنه لم يوزع عن الصغر غير 1817. هذا المعبد أنقص في 64 سنين من 64 ل 68 وما زالت هذه الظاهرة اللي هي الظاهرة المهمة يأتي إليها السياح من جميع أنحاء العالم. ولكن أنا بتمنى من خلال برنامج حضرتك وأنا عارف النسبة كبيرة بتشوفه الظاهرة إحنا هننسغلها يا فندم، لأن الظاهرة دي مرتين في السنة وهي قرية لما حضرتك تروحها قرية أبو سمبل دي الناس اللي فيها يعني ما تخيلش الذكاء والطيبة والجمال. البلد دي بلد بكر طبعا، وجنبها بحيرة ناصر السمك هناك ملوش سعر. السائح بيروح يبات ليلة ويمشي. أنا أتمنى يبقى اسمه أسبوع احتفالات.
يعني اسمه أسبوع أبو سمبل. ليه يا فندم؟ ليه ما جيبش قبله أوبرا؟ وحضرتك عارف الفيو ورا المعبد، المعبد لو يعني الفيو بتاعه أكتر من رأي. تخيل البحيرة وبعدين المعبد. لو أنا عملت حفلة لمغني عالمي، جبت فرقة عالمية، جبت أوبرا عالمية، جبت حتى مباراة كرة، أي حاجة. أيوة. أنا أتمنى نروج، لأن الناس هناك بيزعلوا جدا، الناس بتستنى هذا الحدث. تخيل حضرتك بيعتبروا اليومين دول زي يوم الأعياد، يلبسوا لبس جديد ويخرجوا ويتفسحوا. ليه؟ لأن اليومين دول المدينة فيه بإيه؟ بتصحى وبعد كده خلاص. حتى السائح لما يجي يتفرج في الأيام العادية يجي ساعتين ويمشي. أنا أتمنى المدينة دي يقعد صغيرتها، خاصة المكان هناك. تخيل حضرتك بحيرة ناصر بالمية، بكميات المية اللي فيها، والفيوهات هناك، والجبل مع المعبد، مكان حضرتك كل مش هتحب تنام من كتر الرؤية. فأنا أتمنى المدينة دي يا فندم تبقى مدينة عالمية، يعني بحيث أن يأتي إليها كل الدنيا يتفرجوا. ونستغل الأسبوع ده، يعني قبلها نعمل حدث فني، حدث رياضي، حدث ثقافي، يبقى نجذب نظر العالم كله لهذه المدينة، لأن المدينة دي محتاجة، خاصة أن فيها معبدين مش موجودين في الدنيا كلها. وإذا حضرتك قلت معبدي أبو سمبل، كل العالم يتمنى يروهم أو يجوا يشوفوهم. صحيح. أو هم بالفعل يشوفوهم. وأتمنى الحادثة دي تروج أكتر، بمعنى لأن أعرف حضرتك أن نسبة اللي يخشوا المعبد لو دخل 5000 ما يقدرش أكتر من 700 يخشوا. أتمنى يا أستاذ مجدي أن إحنا لما نيجي نروج للسياحة ما نقولش إحنا عندنا الأهرامات والمعابد ونجمع الدنيا دي كلها، لا، نشتغل على حاجة حاجة، يعني في التسويق حتى نمسك حاجة حاجة. النهاردة معبد أبو سمبل ولا معبدي أبو سمبل، ونروح عاملين بروباجندا عليه، الناس تيجي. بعدين عندنا مش عارف أي حاجة واحدة بس والناس تيجي، يعني حضرتك عارف أن كمان ده بدأ تظهر هذه الظاهرة في أماكن أخرى. يعني عندي دلوقتي في الكرنك يوم 21 ديسمبر برضو ان الشمس بتيجي في مكان محدد. أيوة. وتخش معبد حتشبسوت اللي هو في الدير البحري في مكان محدد، لان كان دايما الشمس بتخش في الاعياد اللي هي اللي بيسموها الانقلاب الشتوي والانقلاب الربيعي والانقلاب الخريفي. طبعًا. دايما مرتبط بالفصول ودايما مرتبط بالزراعه، انما عيد الميلاد وعيد التوليد لم يثبت هذا الموضوع. طبعًا. فانا ليه ما اعملش مؤتمر كبير اسمه علم الفلك، نستغل فيه هذه الظاهره وندرسها، يعني صحيح. نجيب حتى ناس من وكاله ناسا ونزورهم الاماكن بتاعتنا بحيث يروا هذا المكان. فانا اعرف حضرتك ان الشمس دي بالنسبه لمصر القديم كانت مهمه جدا. طبعا. والاله رعى، وبالتالي بنتمنى ان احنا خلاص الحدث جاي الشهر الجاي، اتمنى الحدث الشهر الجاي في اكتوبر، ان من هنا احنا فضلنا يجي شهر، اتمنى نروج للحدث دي من خلال القناه بتاعتكم لتعامد الشمس على معبدي او معبد رمسيس الثاني. الكلام مع حضرتك شيق وجميل وما بيخلص، ومعلومات غزيره ووفيره وممتعه جدا. بشكرك جدا استاذ مجدي شاكر كبير الاثريين، نورتنا وصباح النور يا فندم. تحياتي فندم لحضرتك ومشاهدينا. ولسه معاكم مشاهدينا، معنا فقره الصحافه الدنيا فيها ايه، نتجول في الصحف واخبار النهارده، ومعايا فقره الاخبار الجو بقى، الجو عامل ايه واليومين الجايين اخبارهم ايه. روتيا دلوقتي في هيئة الأرصاد الجوية، بعد الفاصل نبقى معاكم على الهواء مباشرة من الأرصاد الجوية ومن الاستوديو.